الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائما أبدا. فقد سألني بعض الإخوة عن فتوى حول المقاطعة الاقتصادية للكفار، نشرها بعض طلاب العلم وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وقفت على عدة مؤاخذات على تلك الفتوى، من ذلك قوله صاحب الفتوى، أعني المقاطعة جسم غريب على الفقه الإسلامي، وهذا قول وكأن صاحبه أحاط بالفقه الإسلامي ومصادره وكتبه علما، ومن يستطيع ذلك؟ وواقع الأمر أن المسألة التي نحن فيها، أعني المقاطعة الاقتصادية، تكلم فيها العلماء عامة وعلماء الدعوة السلفية خاصة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، فقد تكلم فيها محمد رشيد رضا وأحمد شاكر والشيخ السعدي وابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم، فضلا عن اللجنة الدائمة للعلماء والأزهر وغيرهما من المجامع الفقهية الإسلامية، وكلهم أجازوا هذه المقاطعة وأنها باب كبير من الجهاد في سبيل الله. وأيضا قال صاحب الفتوى وهو من ألاعيب الحزبيين والحراكيين، فأقول هذا كلام مرسل على عواهنه وتقليد لبعض المشايخ ممن ليس لهم نصيب في فقه النوازل، فمن ذكرناهم من أهل العلم جلهم من علماء السلف، وهم حرب على الحزبية بكل أشكالها وخاصة الحركية السياسية منها، وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين. ولعل صاحب الفتوى غره أن وجد بعض هؤلاء الحركيين يركبون الموج ليحققوا مغانم لأحزابهم وحركاتهم، وهو ما ذكره صاحب هذه الفتوى، وقد أصاب في وصف دوافع هؤلاء الحركيين حيث قال وفقه الله لاستعطاف عامة الناس ولشراء ذممهم وأموالهم وأصواتهم. أقول فلقد صدق في هذا التوصيف من حيث استغلال الحركيين لهذا الحدث، ولكن هل المقاطعة الاقتصادية من أفكار الحزبيين الحركيين؟ الجواب لا، بل هي مسألة فقهية خالصة تكلم فيها أهل العلم، وليس الوعاظ أو الدعاء ممن لم يرسخ في الفقه وأصوله ولم يعرف مذاهب العلماء كما قال صاحب الفتوى. وإن طالب العلم، حيث قال وإن طالب العلم ليتعجب كل العجب من الأدلة التي يذكرها كثير من الوعاظ والدعاة فضلا عن الحزبيين. ثم أقول وإذا استغل الحزبيون الحركيون هذه المسألة وجيروها لمصالحهم فلا تلوموهم، ولكن لوموا أنفسكم أيها السلفيون حيث تركتم الساحة العالمية لمثل هذه الحركات الحزبية السياسية لتتصدر المشهد العالمي وتكون هي الموقعة ظلما واعتداء وزورا عن الأمة الإسلامية، ومع ذلك هي تستثمر جهود علمائنا السلفيين وتظهرهم وكأنهم من أعوانها أو مؤيديها خسئوا. ثم قال عفى الله عنا وعنه وإن ذلك أي المقاطعة راجعة إلى ثلاثة أصناف مجتمعين معا، الأمراء والعلماء والاقتصاديين. وأقول هذا كلام جيد بالجملة لا غبار عليه، لتعطي المقاطعة أعظم آثارها وأشد نكايتها في العدو الكافر. ولكن إذا لم يتم هذا الاجتماع الواجب بين هذه الأصناف الثلاثة، فلا يدعو ذلك إلى ترك هذا الباب الخطير من أبواب الجهاد في سبيل الله كما يوحي كلامه الأخير قائلا وإن كل كلمة تصدر من غير اجتماع هؤلاء معا هي هباء منثور وتعريض البلاد والعباد إلى الهلاك والثبور. وهذا كلام إنشائي لا يقوم على تصور الواقع ولا يقوم على معرفة مآلات الأمور وفقه العواقب، ومن لم ينظر في هذه الأمور فحكمه على الأشياء مكسور. ولنضرب على ذلك مثالا لا يزال حيا بين ظهرانينا، فإن هذا الاجتماع الذي تتمناه الأمة وينتظره المخلصون لم يتحقق في المقاطعة الاقتصادية لدولة الكفر والغرور، أعني فرنسا، التي أساء رئيسها الماكر إلى إسلامنا
ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يأتي على تلك المقاطعة إلا 4 أيام متوالية، حيث كانت مبادرة شعبية إسلامية عامة استجاب لها الكثير من الأسواق والجمعيات والمولات في بلاد الإسلامية. نعم، لم يمض عليها إلا 4 أيام حتى أخذت دويلة الكفر والغرور تصرخ صراخا يدل على شدة الألم، فأخذت تناشد الدول الإسلامية بعدم مقاطعة منتوجاتها. فكيف لو كانت هذه الحملة قد اجتمع فيها قرار الحكام وفتوى العلماء وتوجيه الاقتصاديين لجاءت فرنسا ورئيسها صاغرا معتذرا لسيدي وحبيبي بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم كلمتي هذه بقول الإمام الرباني ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين الجزء الثاني صف 74: الآن حمي الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله، وآن لحزب الله ألا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن ينصر الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله. وكذلك أقول وأختم بهذه المقولة العظيمة لشيخ شيوخنا علامة القصيم عبد الرحمن السعدي المتوفى 1956 رحمه الله: والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال ركن عظيم من أركان الجهاد وله النفع الكبير. وصدق من قال: أبا مكر فلا تعجل علينا، وانظرنا نخبرك اليقينا بأننا نفتدي المختار حبا ونهوى ما هو قربا ودينا. أمثلك يا ابن الشمطاء يهجو أبا الزهراء فخر العالمين، شنئت المصطفى غلا وحقدا فلا تجزع لعقب الشانئين. ألا أبلغ بني الإفرنج عنا بأن محمدا كالروح فينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قاله بفمه أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي في أصيل يوم الثلاثاء الموافق 10 من ربيع الأول لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.